هاي، بعدد كبير من البلدان حول العالم ما في قانون بيفرض على الزوجة إنها تحمل عائلة زوجها، مثل الولايات المتحدة ولبنان كمان. بس حوالي 70% من النساء الأمريكيات بيوافقوا على تغيير أسماء شهرتهم. البدو الرحل يلي بيعيشوا بجزيرة بورنيو بجنوب غرب الفلبين بيعتبروا إنه النساء ما عندهم روح قبل نهار زواجهم. بالدول يلي ما بتفرض فحوصات إجبارية على العروسين، الامتناع عن إبلاغ الشريك بوجود مرض معين مثل العجز الجنسي أو العقم ممكن يبطل الزواج. بما أنه الأبيض هو لون الحداد عند عدد من الثقافات الشرقية، فساتين العرس بتكون ملونة وقليل كتير لتكون بيضة. مين قال أنه بعض الحضارات كانت تاخد قطع من فستان العروس كذخائر لجلب الحظ وأدت هالتقاليد بوقت لاحق لرمي باقة الورد؟ أنا قال شوفكم بكرة.